السلام عليكم طلبة الأعزاء، مرحبا بكم. إن شاء الله إحنا نبدي درس مالتنا اليوم lesson 4. أوكي، lesson 4 هو standard position. Standard position is an angle occurs when we place its vertex at the origin of the coordinate and its initial side on the positive x-axis. إذن هي الزاوية التي نحصل عليها من وضع جزء المحاذي للزاوية على x-axis والجزء الآخر في أحد الأرباع للcoordinates. Positive angle rotate initial side counterclockwise. Sign convention مالتنا يعني الاتجاه الموجب هو بدوران عكس أقرب الساعة الزاوية. هذا موجب نعتبره الزاوية موجب. إذا كان دوران الزاوية باتجاه أقرب الساعة نتفق أنه الزاوية هي negative angle. Example الزاوية مالتنا باي إكوال هذا بما أنه باتجاه أقرب الساعة ناقص باي أوفر 2. باي مثل ما اتفقنا باي 180، باي أوفر 2 يعني 90. هاي الزاوية عكس أقرب الساعة 3 أرباع الباي، 3 أرباع 180. هاي الزاوية ماينس 5 باي أوفر 4. Okay. The six basic trigonometric functions. Okay. The six basic trigonometric functions يعني هي الست دوال مثلثية المشهورة أكثر عندنا sine جيب وجيب تمام والظل 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 تمام. Okay. فالساين ثيتا هذا احنا تسميات عندنا مثلث قائم الزاوية يعني إحدى زوايا 90. هاي هي الزاوية مالتنا الثيتا. هذا الضلع opposite المقابل للزاوية، هذا opposite المقابل، هذا adjacent المجاور للزاوية ثيتا، وهذا الوتر hypotenuse. زين فالساين ثيتا جيب الزاوية المقابل على الوتر op على الهايب، الop مختصر op o double p والهايب hyp مقابل على الوتر. كوسيكنت عكسه، الكوسيكنت يعني الهايب على الاوب. زين كوساين ثيتا الجيب تمام هو المجاور adjacent على الهايب هايبوتنس adjacent على الهايبوتنس يعني المجاور على الوتر. السكند هو عكس الكوساين ثيتا هايب على الادجسنت. شوفوا هذا عكس هذا. التان هسه الظل الزاوية المقابل على المجاور opposite على الأجسنت. الكوتان مقلوب هذا أجسنت على الأوبا. هاي مفاهيم كلكم ماخذيها بس احنا دا نراجعها على مود يعني نستفاد منها بالمحاضرات الجاية. تان ثيتا هو الساين ثيتا أفر كوساين ثيتا جيب على الجيب تمام. ظل يساوي الظل، ظل تمام كوتان يساوي واحد على التان ثيتا. هاي مفهوم همينة ما أخذيه بس عند الراجعة. السكند one over كوسان مثل ما قلنا السكند one over كوسان. السكند الكوسكند هو one over ساين. كل هاي مفاهيم ما أخذيه. هسه ناخذ examples. عندنا مثلث قائم الزاوية، هاي الزاوية مالتنا باي أوفر 4. المقابل مال الزاوية هو واحد، المجاور واحد، والوتر هو جذر الاثنين. فساين الزاوية ساين باي أوفر 4 هو المقابل على الوتر واحد على جذر الاثنين. كوساين الثيتا هو المجاور على الوتر واحد على جذر الاثنين. تان الباي أوفر 4 تان الثيتا هو المقابل واحد على المجاور واحد ويساوي واحد.
إذن هاي المفاهيم ساين كوساين تان ثيتا، هاي المفاهيم الأساسية للدوال المثلثية. جيب وجيب تمام والظل لازم نعرفها، ومن خلالها نشتق الباقي الشغلات السكند والكوسكند والكوتان. مثال ثاني ناخذ مثلث قائم الزاوية أبعاده هاي الزاوية مالته باي أوفر 6، المقابل هو 1، المجاور جذر 3، والوتر هو 2. مثل ما قلنا الساين هو المقابل اللي هو 1 على 2 الوتر، الكوساين هو المجاور جذر 3 على الوتر، التان هو المقابل على المجاور. هذا هنا أكو خطأ أرجو أن تصححوه، 1 على جذر 3، المقابل 1 جذر 3. أوكي ملاحظة نوت، انتبهوا لي شباب، the signs of the trigonometric functions يعني الإشارة موجبة أو سالبة مع trigonometric functions وين؟ من يحددها؟ يحددها موقع الزاوية في وجودها في أي ربع من الأرباع الأحداثيات. لو كان مثل إحنا هنا أكو مختصر سويته يسموه كاست، CAST، نجمع حصر كاست. هذا شنو؟ السي هو دلالة على الكوساين، الكوساين بهاي إذا الزاوية مالتنا الكوساين مالتها هنا موجب والباقي الأشياء سالبة، الساين والتان سالبة. هنا الأي يعني أي يعني all يعني كلها موجبة، الساين والكوساين والتان. إذا كانت الزاوية مالتنا هنا بهذا الربع هنا عندنا بس الساين ثيتا هو موجب، وإذا كان عندنا بهذا الربع عندنا التان فقط هو موجب. هذا فد شيء مختصر على مود نعرف احنا الساين كونفنشن مالتنا الزاوية ومقدارها، يعني من تطلع الناتج مالتها زائد أو ناقص يعتمد على موقعها في وجودها في أي ربع من أرباع الأحداثيات. مثال ذلك for theta equal to pi over 3، ثلثين الباي، باي 180، ثلثين هي يعني عابرة للتسعين، يعني وين؟ بالربع الثاني. الربع الثاني قلنا هاي نكتب كاست، هاي المختصر CAST، نال S يعني توقع هنا يعني الساين بس هي الساين موجبة، باقي الكوساين والتان سالب، صح لو لا؟ فنجي نعوض ساين 2 باي over 3 مقدما نكتبها بالبداية، الساين هي يا موجبة زائد جذر 3 على 2، هاي نوجدها. احنا بس نريد نعرف انه الإشارة مالتها هاي الساين موجبة هنا، وهنا الكوساين والتان سالبة. ناخذ اكزامبل ثاني، if كوساين ثيتا عندنا مثلث، اوكي بطينا كوساين ثيتا 2 على 5 and الثيتا تقع بين اقل من باي اوفر 2 واكبر من 0، اذا وين باي اوفر 2 شنو؟ 90 القائم، يعني بين الصفر وبين التسعين، يعني شنو؟ بالربع الاول. find the other 5 trigonometric functions، اذا مطينا الكوساين ثيتا يساوي 2 على 5، فنجي نكتب من تعريف الكوساين هو المقابل على الوتر، فالمقابل مطينا اياه هو 2 والوتر من خلال هذا المعطى هو 5، باقي شنو عندنا؟ المقابل x، نخليه x هو مجهول. صار عندنا هذا الضلع بقى هذا الضلع، شلون نوجده؟ من خلال نظرية فيثاغورس. ليش؟ لو نطبق من نظرية فيثاغورس للمثلث القائم الزاوية، بما أنه مثلث معنا قائم الزاوية يطبق نظرية فيثاغورس، فمربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، مربع الوتر هو 5 سكوير يساوي 2 سكوير زائدا x سكوير، مجموع مربعي الضلعين القائمين. نخلي المجاهيل على جهة والمعاليم على جهة، x سكوير شو يساوي؟ 25، 5 سكوير يساوي 25، يعني 5 في 5 ناقص، الإشارة تغيرت لأن حولناها منا لهناك، ناقص 2 سكوير اللي هو 4، ف x سكوير يساوي 21. إذن الـ x
يساوي تحت الجذر 21. عرفنا قيمة الاكس. إذن مطينا الكوساين، نطلع باقي الأشياء، الساين والتان. الساين هو شنو تعريفه؟ المقابل على الوتر. المقابل طلعناه جذر 21 على الوتر 5. زين، هاي واحدة خلصنا من الكوسان، هو مطينا إياه 2 على 5. التان المقابل على المجاور، المقابل اللي طلعناه جذر 2، جذر 21 على المجاور هو 2. أوكي، هسه شنو؟ الكوسيكنت هو عكس الساين، يعني 1 over sin، يعني 5 اللي فوق تصعد والواحد جذر 21 اللي جوا. زين، السكند هو عكس الكوساين. اوكي، عكس الكوساين يعني هذا 2 على 5 قلبناه صار 5 على 2. والتان الكوتان عكس التان، 2 على جذر 21. هاي الدوال المثلثية المهمة. Example، ناخذ example ثاني على مود نضبط المادة أكثر. Find the x value. زين، مطينا الزاوية 40، المقابل مطينا إياها، المجاور ما مطينا إياها، والوتر ما مطينا إياها. فالربط بين هذا وهذا شنو؟ المقابل على المجاور يساوي شنو؟ تان، مو صحيح؟ فتان ال 40 نقدر نوجده بالحاسبة يساوي 16 على x، فالx شو نسوي؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، x يساوي 16 على tan 40 يساوي 19.07. هسه trigonometric identity. زين، يعني اكو فد موضوع، يعني شلون نربط trigonometric equation ويا معادلة الدائرة. زين، من مفهوم كوساين الثيتا، هاي اذا مثلا كان عندنا الزاويه مالتنا ثيتا، كوساين الثيتا المقابل العفو المجاور على الوتر اللي هو اكس على الار. زين، فكوساين سكوير ثيتا هو تربيع الطرفين يساوي اكس سكوير اوفر ار سكوير. زين، هسه ساين ثيتا شو يساوي؟ يساوي الواو المقابل واي على ار. إذن ساين سكوير ثيتا يساوي واي سكوير اوفر ار سكوير. هسه نجمع الكوساين سكوير ثيتا ويا الساين سكوير ثيتا. زين، يساوي الحد الاول اكس سكوير اوفر ار سكوير زائدا الواي سكوير اوفر ار سكوير، ويساوي نوحد المقامات ار سكوير مشترك. إذن اكس سكوير زائد واي سكوير، x سكوير زائد y سكوير شنو يعني؟ هاي مربع الوتر يساوي مجموع ربعي الضلع القائمين، اذا هي نفسها r سكوير، فr سكوير على r سكوير يساوي 1. اذا كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا شو يساوي؟ يساوي 1. هاي شو تذكرنا؟ معادلة الدائرة. اذا اجانا بالامتحان بروف، يعني اثبت انه كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا يساوي 1، اتبع هذه الخطوات في الحل. أوكي. بعض المفاهيم اللي جاية من خلال هاي المعادلة كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا يساوي 1، لو نقسم على كوساين سكوير ثيتا ايش تطلع؟ 1 زائد تان سكوير ثيتا يساوي سكند سكوير ثيتا. لو قسمنا على الساين، 1 زائد كوتان سكوير ثيتا يساوي كوسيكين سكوير ثيتا. هاي مفاهيم يعني تفيدنا بالحلول المعادلات للمواضيع الجاية إن شاء الله تفيدنا. ساين، هاي مفهوم ثاني، ساين ثيتا زائد 2 باي يساوي نفسه ساين ثيتا، وكوساين ثيتا زائد 2 باي الباي طبعا 180 يعني يساوي كوساين ثيتا، يعني كأنما دنفر فرة كاملة، الزاوية زائد فرة كاملة هي نفس الزاوية تصرفها. هسه مجموع جمع المتغيرات للدوال المثلثية، مثلا ساين x بلس y شو يساوي؟ ساين x كوساين y بلس كوساين x ساين y، وكذلك جمع الكوساين للزوايا كوساين x بلس y يساوي
cosine x cosine y minus sine x sine y. هاي بالنسبة للجمع، جمع المتغيرات اللي هي الزوايا. هسه طرح المتغيرات للدوال المثلثية sine x minus y يساوي sine x cosine y minus cosine x sine y، والكوساين x minus y يساوي كوساين x cosine y plus sine x sine y. هاي طرح المتغيرات للدوال المثلثية. نجي مفهوم آخر من خواص الدوال المثلثية هو tan x plus y وtan x minus y، جمع والطرح للظل. هسه للجمع tan x plus y يساوي tan x plus tan y over 1 minus tan x tan y، مضروبة tan x في tan y. وtan x minus y يساوي tan x minus tan y over 1 plus tan x مضروبة في tan y. هاي مفاهيم يجب أن نعرفها عن الدوال المثلثية. مثلا يعني مفهوم ثاني sin 2x equal to sin x cosine x. هاي لو نطبق مثلا هنا نخلي x مثلا في زاوية معينة هي نفسها 2 sin x cosine x، وcosine 2y 2x equal cosine square x minus sine square x. cosine 2x equal 2 cosine square x minus 1، وsine 2x equal 1 minus 2 sine square x. هاي المفاهيم يعني تفيدنا في حلول معادلات المثلثية. هسه رسم الدوال المثلثية، رسم graph of trigonometric functions periodic shape. periodic يعني الرسم مالتنا المنحنى صاعد نازل عندنا، هذا هيك هو يسموه periodic. عادة الدوال المثلثية هو ترسم هيك أكثر شيء. plot the trigonometric function y equal f of x، هذا مثال ذلك يساوي sin x، f of x يساوي sin x. مثل ما تعلمنا أن هنا نضع قيم للx، بس شنو قيم للx هنا؟ هنا زاوية، زاوية هنا صفر pi over 2، pi over 2 يعني 180 على 2 90، بعدين pi 180، 3 على 2 ثلثين pi، بعدين زين 2 الباي، اوكي، وهكذا. وبالجهه النيجاتيف همنا ناقص وناقص باي اوفر 2 وكذلك ناقص باي، اوكي. على مود شنو نجي نرسم داله مالتنا. لو نلاحظ الداله انه المدخلات اللي هي اكس، المدخلات هي مفتوحه يعني من ماينس انفينيتي الى بلس انفينيتي، ماكو مانع انه نخلي اي رقم عندنا، صفر، واحد، ناقص باي اوفر 2، ناقص مليون، هنا بالجهه الموجبه ايضا. فالدومين مالتنا، الدومين هو يعتمد على المدخلات. اذا الدومين مالتنا من ماينس انفينيتي الى انفينيتي ما يضر، لان هي الداله مالتنا ما بيها مشكله. لو كان مثلا داله كسريه فاذا محددين احنا بنقاط معينه ما يصير انه هاي من ضمن الدومين. هاي هذا الدومين مالتنا. الرينج مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة أنه المخرجات مالتنا. لو نشوف المخرجات صفر واحد، صفر ناقص واحد، صفر واحد، صفر ناقص واحد، يعني بين المحصورة بين الناقص واحد والواحد. إذن الرينج من ناقص واحد واي أقل أو يساوي واحد وأكبر أو يساوي ناقص واحد، بين هذا الرينج ما تصعد الدالة أكثر من هذا المقدار. إذن هذا الدومين وهذا الرينج وهذا رسم البياني. هاي لازم كلنا نعرف شلون نرسمه من خلال وضع قيم للإكس ونطبقها بداخل المعادلة وطلع لنا قيم للواي. أوكي، هسا ناخذ موضوع مدخل للموضوع الجديد مالنا إن شاء الله بالمحاضرات الجاية اللي هو الليميتس. limits هو الحدود. مفهوم الليمت f of x tend، شلون نقرا f of x tend to get close to the number l as x close to number a. limit f of x when x close to a يطلع لنا الناتج مالتنا l.
هاي هسه راح ناخذ مفهوم الليمت. So the limit of f of x as x approach a equal to l. هنا ما بي مشكلة هذا، يعني هذا بس يعني دا يعطينا فد مفهوم شلون نجي نرسم الليمت مالتنا. هسه المثال الثاني يعرفنا انه ليش احنا نعتمد الليمت. هسه مثلا هسه بس نريد نعرف شلون مبدأ الليمت. Find the limit for the function f of x x يساوي x square minus x plus 2 as x approaches to 2. Approaches تقترب من 2 ما تساوي 2. هي هاي الفكرة، انه ما نخلي الدالة، ما نعوض قيمة 2 مباشرة هنا لعدة أسباب هسه بعدين نذكرها. فراح نخلي قيم للدالة أقل من 2 ونخلي قيم للدالة أكثر من 2، والحد الفاصل نعوفه فارغ، الاثنين ما نخلي نعوضها. فهاي الدالة منا لهنا أقل من 2، 1 1.5 1.8 1.9 1.95 1.99 1.95 1.999. هاي يعني ما عوضنا 2، اقتربنا من 2. هاي الجزء الأقل من 2. الجزء الأكثر من 2 بدي نشوفه 2.001 2.005 2.01 2.05 2.1 2.2 2.5 3. نعوض قيم الاكس بالمقابل شنو مثل ما تعلمنا، نطلع قيم الواي ونجي نرسمها مالتنا الكيرف. هاي القيم الاقل من 2، وهاي القيم الاكثر من 2. هاي الدالة كحالة يعني معينة قلنا إذا عوضنا 2 ماكو مشكلة بيها، بس مثلا هاي الدالة الثانية شوفوها find the value of limit x تقترب من 1 عندما x ناقص 1 على x square minus 1. فإذا عوضنا قيمة ال x يساوي 1 شو يصير هنا؟ شوفوا المقام 1 ناقص 1 شو يصير؟ 0، يعني infinity غير معرفة. فإحنا نلجأ الهاي الطريقة اللي هي limit على مود من يعني ما نخلي المعادلة مالتنا الفانكشن مالتنا تصير غير معرفة، فنقترب. فش نسوي؟ نخلي قيم أكثر من 1 وقيم أقل من 1. بس شنو؟ أقل بقليل على مود نقترب منها. كل ما نقترب أكثر تعطينا نتائج أدق. فنبدي 0.5 0.9 0.99 0.999 0.999، مثلا 3 الى 4 ديجيتس، ونشوف بالمقابيل الواي مالتنا ايش قد. هاي بالنسبه للقيم الاقل من الواحد، ونجي نرسمها. وكذلك القيم الاكثر من الواحد، شوفوا وين بدينا 1.001 بعدين 1.001 1.01 1.1 1.5. هاي القيم الاكثر من واحد. سو اذا شوفوا لو القيمة القريبة من الواحد بس مو اللي تساوى، إذا تساوى واحد رأسا صار عندنا infinity. ف 0.5 تقريبا، إذا الليمت مال x تقترب من صفر، العفو x تقترب من واحد، هاي مو غلط، هاي مو صفر، هاي واحد، في للدالة x minus 1 x square minus 1 هي تساوي 0.5. هاي 0.5 شوفوا هذا 0.5 0.025، هاي القريبة للواحد، وهاي أيضا القريبة للواحد 0.4999 اللي هي 0.5. زين، وشكرا جزيلا لكم، إن شاء الله لحسن الإصغاء، أشكركم.